نقطة مهمة بعلق عليها بالنسبة للشركات. بعض الأحيان إحنا مو خيارنا الممتاز إن إحنا نأجل، بس يعني أنا أتكلم عن الشركات طبعا المتوسطة والصغيرة. بعض الأحيان نشوفها إن هي الأفضل، ليش؟ خصوصا إحنا نخاف من موضوع الشيكات المسترجعة، يعني تخاف إن إحنا السوق up and down، مثل قرار الإغلاق الأخير صار فجأة واحدة. لو ما احنا اخذنا، يعني ما كان عندنا، مثلا انا في شركتي ما كان عندي خيار، ما كنت ابي اجل قروض، بس شفت ان الاغلاق جاء مره واحده وابي اقوم اهيكل القروض واخاف ان ترجع علي تشيكات. وفي هالسنتين ما اخذ قرار موضوع ان مثلا مدى التشيكات، ان انا عندي فقط 4 تشيكات، هل مستعده انا بين المطرقه والسنداد، يا ان مثلا اواجه اغلاق الى حسابات بنكيه عريقه من بداية شغلي في السوق كقطاع مقاولات 8 9 سنوات على 4 تشيكات مبالغ تافهة، بس أقساط سيارات بسبب شحات السيولة. فأنا ساعات أشوف من الأسلم لي إن أنا أجل القروض عشان أحكم العملية، ما يصير مثلا تشيك ديفولت أو something like this.